حبك الله يا بريان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. قول لحضرتك يا مولانا، هو ليه الخلاف بالنسبة للصيام التسع أيام من ذي الحجة، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العمل الصالح يعني والصيام بيندرج تحت العمل الصالح وكده؟ لأن العمل الصالح يقصد والله أعلم بالعمل الصالح هنا الإكثار من الذكر، لأن الحديث فيه، انتبه معي، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد، والجهاد من العمل الصالح. تمام. إذا أريد بالعمل الصالح، أريد بالعمل الصالح نوع مخصوص من العمل الصالح، وهو الذكر والذبح والإطعام. العمل الصالح كتعريف هو كل ما ورد عن أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به، افهم بس، يبقى شرط الإخلاص والاتباع دي، بس افهم معي بس. والجهاد، تم الجهاد أمر به النبي عليه الصلاة، ما عشان في حديث إن الجهاد يعني قمة الدين، لا يعني الجهاد الدين، افهم بس يا أخي افهم، الجهاد من العمل الصالح ولا ليس من العمل الصالح؟ من العمل الصالح. إذن لماذا الصحابة فرقوا لما قال النبي من نام العمل الصالح فإن أحب إلى الله منه في هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. إذن هنا تفريق بين الجهاد وبين العمل الصالح، فأريد بالعمل الصالح قد يأتي اللفظ عام ويراد به خصوص، قد يأتي اللفظ في عمومه لكن يراد به الخصوص. والأظهر والله أعلم أن أجل وأفضل العمل الصالح هذه الأيام الإكثار من ذكر الله مع الذبح والإطعام، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب صحة حديث، معلش يا مولانا، لله في أيام دهركم لنفحات، ضعيف الإسناد، ضعيف ضعيف، قلت لي إن هو ضعيف. أيوه بس يعني الشواهد بتدل عليه، يعني خلاص خليك مفتي بقى، افتي نفسك. العشر الأوائل من ذي الحجة، شوية المحرم، وهكذا يعني. طيب انت بتسألنا عن حديث هل ثبت عن الرسول هذا الكلام ام لم يثبت؟ هل يختلف معك احد ان ليلة القدر افضل من غيرها؟ هل يختلف معك احد ان يوم عرفة افضل في من غيره في الصيام؟ هل يختلف احد ان الثلث الاخير افضل من الثلث الاول من الليل؟ في ثوابت، لكن انت الحديث ما وردش، بس الشواهد يعني بتدل عليه او كده. ماشي، شكرا.